نظم مركز زها الثقافي بالشراكه مع سلطه منطقه العقبه الاقتصاديه الخاصه لقاء تعريفيا بالخدمات والانشطه التي سيقدمها المركز وفرص التشغيل والتدريب. وقال مفوض الرياده والشباب في السلطه رمز الكباريتي ان استحداث المركز في محافظه العقبه انجاز تحقق وفق رؤيه سلطه العقبه الاقتصاديه لاستقطاب اعمال وخدمات المركز المتخصصه. وذلك بعد الاتفاقيه التي وقعت اخيرا بين الطرفين لتوفير فرص عمل للشباب وتعزيز البيئه الجاذبه للنشاطات الثقافيه مركزها آه هو شريك استراتيجي للسلطه يقدم برامج تنمويه، يقدم برامج نوعيه ومميزه لجميع فئات المجتمع من اطفال وشباب وتمكين مراه، سيتم من خلاله عقد دورات بالمجان لابناء المجتمع المحلي، ايضا بالاضافه الى ذلك خلق فرص عمل للشباب الموجود في مدينه العقبه.